لك وأيضا أسادة وأسيدات المشاهدين إلى زميلنا رعد الرقاد بالميدان مجددا وتحديدا دائرة الأرصاد الجوية وضيوفه الكرام وكل ذلك من خلال رعد. رعد إليك بشكل سريع وصباحك دائما سعيد. صباح الخير لك من جديد مجحم، وهذا صباح الخير لكل المشاهدين. اكيد دائما بقافله يوم جديد من جوب كافه المواقع وكافه المناطق. اليوم احنا معكم من العاصمه الحبيبه عمان، تحديدا من دائره الارصاد الجويه. اليوم احنا حابين نسلط الضوء على دائره الارصاد الجويه. الان بجوز في ضغط عمل، في هناك عيون كثيره على دائره الارصاد الجويه. اليوم بدنا نعرف آلية عمل دائرة الأرصاد الجوية وكيف بيشتغلوا مع المهندس حسين المومني مدير عام دائرة الأرصاد. صباح الخير مهندس، يعطيك العافية. صباح النور أخي رعد، وصباح الخير لجميع الأخوة المشاهدين، وصباح الخير أيضا للأخ مجحم وزميلته في الاستوديو. مهندس حسين، نحكي أنا حابين نحكي عن عمل وكيفية عمل دائرة الأرصاد الجوية، وخصوصا في فصل الشتاء ونحن الآن على أبواب فصل الشتاء. أخي رعد، إحنا هون هاي دائرة الأرصاد الجوية هو المركز الإدارة، وهناك مديريات في الجهة الأخرى من مطار عمان المدني، هناك مديرية التنبؤات الجوية اللي تنطبق فيها النشرة الجوية. هنا هو الإدارة، إدارة الأرصاد الجوية. لكن دعنا نتحدث عن عمل دائرة الأرصاد الجوية. عمل دائرة الأرصاد الجوية هو على مدار الساعة، إن كان في أيام الشتاء على جميع الفصول، يعني بجميع الفصول، إن كان في فصل الشتاء أو فصل الخريف أو فصل الربيع أو فصل الصيف. وعندنا إحنا النشرة الجوية تصدر يوميا 3 مرات وتحدث إذا اقتضت الحاجة. طبعا مثل ما ذكرت تصدر هذه النشرة من التنبؤات، مديرية التنبؤات. راح نكون موجودين عندهم كمان شوي التنبؤات، راح نكون موجودين عندهم التنبؤات ونحكي عن حالة الطقس، لكن أيضا التعاون مع الأجهزة الموجودة بدائرة الأرصاد الجوية. نعم، بس خليني أتحدث عن الحالة الجوية اللي أثرت علينا أو اللي تحدثنا عنها بأنه راح تكون نهاية هذا الأسبوع، هي حالة عدم استقرار جوي. نرجو من الإخوة المواطنين أن يفرقوا ما بين حالة عدم الاستقرار الجوي والمنخفض الجوي. حالات عدم الاستقرار الجوي هي تحدث محليا بالمملكة، مما يؤدي إلى هطول الأمطار أو تساقط الأمطار أو ما شابه ذلك. لكن المنخفض الجوي بيكون مبين مساره، آتينا من الغرب عبر سواحل البحر، عبر البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم سواحل البحر الأبيض المتوسط، وبلش يأثر على المملكة تدريجيا من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب. لكن حالات عدم الاستقرار الجوي قد تكون بمنطقة هناك أمطار غزيرة ومنطقة قريبة منها لا تتعدى 500 متر بتكون شمس، وهذا ما يميز حالات عدم الاستقرار. أيضا التنبؤ بحالات عدم الاستقرار الجوي هو من أصعب التنبؤات الجوية. فإذا لاحظنا بهذه الحالة اللي أثرت علينا منذ مساء يوم الجمعة، امبارح أو الليل الماضي كان هناك أمطار غزيرة إلى الجنوب الشرقي من مدينة الرويشد، مما أدى إلى تشكل السيول في تلك المنطقة. أيضا بعض الإخوة المواطنين أو بعض الإخوة الزملاء اللي بكن لهم كل الحب والاحترام في بعض الإذاعات أو بعض القنوات، هناك يعني بعض اللوم على الأرصاد الجوية بأنه بيحطوا تحذير وبيحطوا بعض التحذيرات. إحنا نعم نضع التحذيرات لأنه دائما نأخذ أسوأ الأحوال وليس أبسط الأحوال. عطوفتك كلمة منك أخيرا الآن لكل المشاهدين، وأيضا دائرة الأرصاد الآن يعني الناس كلها بتراقب دائرة الأرصاد، وخلينا نعتمد دائرة الأرصاد هي المصدر الوحيد لحالة الطقس في الأردن. نعم أخي رائد، دائرة الأرصاد الجوية هي الدائرة الوحيدة في الأردن المعتمدة دوليا، وهي العضو في منظمة الأرصاد العالمية. لذا نرجو من الإخوة المواطنين إذا كانوا بدهم معلومات دقيقة، هناك عدة وسائل الآن تعمل عليها دائرة الأرصاد الجوية، منها الموقع الإلكتروني، غرفة العمليات على مدار الساعة 24 ساعة، أيضا التطبيقات الذكية عن طريق الهاتف، وأيضا هناك الفيسبوك اللي هو باستمرار هذا. فنرجو من الأخوة المواطنين أخذ المعلومة من دائرة الأرصاد الجوية، لأنه هذه المعلومة هي معلومة دقيقة تجدد كلما اقتضت الحاجة. وكما ذكرت يوميا احنا بنعمل 3 نشرات جوية، والآن انتم يعني بعد شوي راح تنزلوا على مديرية التنبؤات الجوية، والإخوة هناك راح يشرحوا لكم كيف عمل
كيف بنعمل احنا النشره الجويه. ليس بالسهل اصدار النشره الجويه اللي هي عباره عن سطر او سطرين. فدائما احنا لما بناخذ الاحوال الجويه بناخذ أسوأ الاحوال. احنا بعد قليل راح نكون اكيد موجودين بالمركز. بدي اشكر عطوف حسين المومن المدير عام دائره الارصاد الجويه. شكرا لك ويعطيك العافيه. الله يعافيك ويسعد صباحك. مشاهدينا الكرام، اكيد زي ما حكى مدير عام دائره الارصاد الجويه راح اكون معكم بعد قليل من مركز التنبؤات لنشوف حاله الطقس وايضا عن المنخفضات القادمه. الان عوده الى مجحم لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد. نعم رعد، كل الشكر لك دائما بهذه الصباحات الطيبة، ولضيفك الكريم عطوفة المهندس حسين المومني مدير عام دائرة الأرصاد الجوية.